اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اللعيب على ام بي سي مصر. النهارده حلقتنا فيها اخبار كتيره جدا، وخاصه طبعا في النادي الاهلي اللي تعادل مع الجونه بدون اهداف. قعدنا نقول الاهلي لو فاز بالاربع ماتشات المؤجله هيبقى الفرق 9 نقاط، لو فاز بالثلاث ماتشات هيبقى فرق 7 نقاط. لو فاز دلوقتي خلاص محتاج ان الاهلي يفوز بماتشاته المؤجله عشان يتساوى في النقاط مع نادي الزمالك. طيب هنا السؤال، هو ايه مشكلة النادي الاهلي؟ هو موسيماني مشي ليه؟ طب سامي قمصان ما كملش ليه؟ طب الراجل سوارش ده بيعمل ايه؟ طب اللعيبة بتعمل ايه؟ مشكلة الاهلي محتاج لعيبة زي ما قلتلكوا مرارا وتكرارا. نادي الاهلي محتاج كواليتي اعلى من اللعيبه، ومحدش يزعل لان دي الحقيقه، يعني مفيش فروقات. عفشك بيقول لك شالوا الضو وحط، يعني مفيش فروقات خالص. ايه اللي كان بيحصل مع موسيماني؟ هل موسيماني كان عنده حق لما قال انا محتاج امشي 8 لعيبه واجيب 8 لعيبه؟ سامي قمصان كان ماشي، ده جبت مدير فني معاه 5 مساعدين، والمدير الفني دلوقتي بيدور على ايه؟ لا ما تمشوش الاعارات، انا هتفرج على اللعيبه، لا انا هبص على اللعيبه عامله ايه. ده انت يا باشا في نهايه موسم، وجماهير الاهلي مش بتاعت الكلام ده، بتاعت بطولات. احنا هنجرب، انت هتقعد تجرب 4 5 ماتشات؟ فالراجل ده طوق النجاة بتاعه نهائي الكاس مع الزمالك، شكرا، وإلا سيكون أسرع مدير فني يجي ويمشي زي إيهاب جلال. الراجل بالشكل ده مش هيعمر 2 شهر. طيب مش عارف بقى الراجل أنا اللي هزرع ولا هو اللي هيحلق، بس الأمور ماشية في اتجاهه لحد دلوقتي. كابتن رضا أهلا.